السلام عليكم، معكم فنان شاب أغزال، فنان في فن الراي من مدينة الدار البيضاء. بقوا معايا باش تعرفوا أكثر. قولوا قولوا إن شاء الله هي الجبر حسوا العلم دينوا القدر. قولوا قولوا إن شاء الله هي الجبر حسوا العلم دينوا القدر. طريق فن الراي، فن الراي كما قلتها وغنعاود نزيد نقولها، فن الراي فهو واحد الفن اللي هو جميل، اللي الناس خصها تعرف بانه تلعب بجميع الايقاعات. فجميع الايقاعات كتلقاهم ديما في فن واحد وهو فن الراي. فالدليل على ذلك ففن الراي تلعب لعبات لطيفة رأفة محمد لامين، تلعب بالمغربية، تلعب بالهندية الشاب خالد، تلعب بالايقاعات الغربية، تلعب بالدانس بالتيكنو بالراب السلو. اذا دونك جميع الايقاعات كتلقاهم ديما في فن واحد وهو فن الراي. متوسني وصغير مني وجوه البغصة راك درتي في قلبي حصة. متوسني وصغير مني وجوه البغصة راك درتي في قلبي حصة. فالرصيد الفني ديالي ثلاثة الألبومات. الألبوم الأول اللي صدر سنة 2005 اللي سميته الري تالف، والألبوم الثاني اللي هو كان الأفارقة بوا حرقو، مني بدلت ليه العنوان قصيدة. كون انه عجب لقى اقبال مع جميع المستمعين، حاولنا باش نعطيوه تعريف بهذاك الاسم لان الناس كانوا كيخرجوا كيقلبوش عليه بالافارقه بوا حرقو، كيقلبوا عليه بقصيده. هذا هو اللي خلاني انني بدلت ليه العنوان ديالو. خير مني وجوه البخصه راك درتي في قلبي حصه. يبني بالحق يبان، فهو اخر انتاجات شاب اغزال اللي كنتمنى ينال الاعجاب ديال المستمعين والمشاهدين، وكنتمنى انني نكون عبد الحسن الظن ديال الجمهور. ككلمه اخيره كنبغي نوصل واحد الرساله للمديرين ديال المهرجانات بالمغرب، انهم يلتفتوا للشباب شويه، لان الشباب عنده ما يعطي ويبرز الطاقات ديالو. لهذا فكنطلب منهم انها تكون المناسبه الشاب اغزال كيعرفوه الناس كصوت وما كيعرفوش كصوره، وكنطلب من المديرين انهم يعيقوا الشاب اغزال باش تكتمل الصوره مع الصوت. وشكرا.